وإننا هنا نؤكد من جديد لأبناء شعبنا المرابط الأبي وكذلك للعدو الصهيوني ولكل العالم بأن تلويح الاحتلال بالدخول في عدوان بري ضد شعبنا هو أمر لا يرهبنا ولا نخشاه بعون الله، ونحن جاهزون بمعية الله للتعامل مع أي قوة غاشمة يزج بها العدو إلى غزة. حالياً ضبط الأعداد الموجودة من أسرى العدو في القطاع بشكل كامل ودقيق للاعتبارات الأمنية والميدانية نتيجة الاستهدافات والقصف الصهيوني المتواصل على القطاع، ولكننا نقدر مبدئياً أن عدد الأسرى ما بين 200 إلى 250 أسيراً أو يزيد عن ذلك، وما هو متواجد بين أيدينا في كتائب القسام نحو 200 أسير، والبقية موزعون بين مكونات أخرى من فصائل المقاومة أو في أماكن لا نستطيع حصرها في ظل الوضع الميداني.